مشاهد درامية من سكة خطر، التحية للتيم اللي كان قائم على أمر هذه المشاهد أو هذا المسلسل الدرامي الذي عرض في سنوات سابقة. مستمرين من خلال فقراتنا، وفي هذه المرة هندسة وتشكيل. دائما يعني الهندسة هي واحدة من الدراسات الجميلة جدا. أنا ما عارفة الليلة حتعرف على الهندسة وعلاقتها بالتشكيل. سعيدة جدا أن يكون ضيفي الفنان التشكيلي معتز جاه الدين. سعيدة بكم ومساء الخير. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا ببرنامج ضرار أصيل. أنا سعيد بهذه السانحة، مرحب بكم وأهلا وسهلا بكم كثير. مرحب بك. أنت يعني أنا تكلمت في البداية هندسة وتشكيل، وأنت خريج هندسة معمارية، وأنا بفتكر أنه ده مجال مهم جدا وجميل جدا، وفيه بيكون دائما ملكات خاصة. العلاقة شنو بين الهندسة المعمارية والتشكيل، فن التشكيل؟ الفن التشكيلي هو بحر واسع يعني، وفيه مختلف أنواع الفنون التشكيلية. يعني كل ما سنة وكل ما يوم بصرينا فن جديد منذ قرابة آلاف السنوات، وإحنا بنتعامل مع الفن كنوع من التجارب، وكنوع من الأشياء الطبيعية في الإنسان وفي البشر. فالعمارة أو هندسة المعمار خاصة لها علاقة كبيرة جدا جدا بالفن. فكل ما كان الفن إبداعي ظهر من ذلك من مهندس معماري أو فنان تشكيلي. صحيح. طيب أنا يعني أنت درست الهندسة المعمارية وأكيد بديت مشاريعك الهندسية، هل الموهبة تحت الفن التشكيلي ظهرت مع دراسة الهندسة أم قبل ذلك؟ الموهبة كانت موجودة منذ الصغر يعني. من أنت في المدرسة يعني؟ منذ الصغر وأنا معي الموهبة بتاعت الرسم وبتاعت الهواية بتاعت الفن وكده. قبل ما أدخل الهندسة المعمارية وقبل ما أدرس المعمار بصفة عامة، فكان عندي بعض اللمسات الفنية الجميلة جدا جدا. كنت برسم على الورق وعلى أدوات الرسم المعروفة يعني، الأقلام والأوراق وكده. حولت ذلك إلى فن تشكيلي ورسم بالحبال. حاولت كيف بيتم الرسم بالحبال؟ بيتم بطريقة معينة، بطريقة متداخلة مع بعض، تداخل الحبال مع بعضها البعض بطريقة حسابية معينة، تخضع لمقاييس على حسب حجم اللوحة. يعني كل ما كان اللوحة عندنا مقاسات معينة، أنا بشتغل على المقاسات المعينة بتاعت اللوحة بتاعتي. ومن وين بتجيب الحبال؟ يعني هذه الحبال العادية ولا يا ترى؟ نعم، حبال بلاستيكية. البداية كانت على سر عادية، كنت بمسي على سر على السرير العادي اللي هو السرير بتاع العادي المنسوج في البيت ده بالضبط كده. فحولته الى 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 رسم والى كتابة. حولت من سرير عادي جلاد الى رسم والى كتابة، بيكتب حقيقة في السرير وبالحيل فقط، استخدمت الحيل فقط في الرسم. احنا هسه بنشوف الصورة شغل بالحبال. هنا كنت بتعمل شنو تقريبا؟ ايوه، دي لوحه الفنانه او الاستاذ الرحله شيرين ابو عقله، مراسله الجزيره العربيه الجزيره القطريه. فشايفينها هي دي لوحه في سرير عادي، استخدمت فقط اللون البرتقالي واللون الكبدي للوحة. يعني اخترت اللونين دي اللي البرتغالي والكبدي تحديدا عشان تضبط معي ملامح الوش والشعر بتاع، عايز فك الشعر كده بدون طرحه عشان تصري اللوحه بمواصفات الطبيعيه والنبره الطبيعيه يعني. وفي النهايه اكتملت اللوحه بالمشهد المطلوب يعني. بالضبط كده. طيب خلينا برضو نمشي يعني دائما في المجال الفيوفن بتلقى في زول بيساعدك. يعني انا عشان اعمل لي شغل كده بالحبال، انا عايز دعم، ممكن يكون مادي، ممكن يكون معنوي وغيره من التفاصيل. منو اللي بيدعمك دائما؟ والله في مثل بيقولوا ولا كل رجل عظيم راع، لكن يا سلام، لكن 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 شنو ما راع يعني، تحرر الاوطان بعزيمه الرجال. صحيح. ولا كل انجاز هذا يرجع لفضل الاب، ابوي ربنا يرحمه وبرجنه، هو اللي كان ساند دائما وكان واقف وراي ربنا يرحمه. يعني هو اللي ساعدني على اساس انه اطلع فنان معماري او مشكل بالحبال، برسم بالحبال. هو اللي كان سندي يعني دائما. وهنالك بعض الصعوبات والتحديات بتواجهني في الرسم ذاته. يعني منا انه الحبل بيكون مستقيم، فصعب التعامل معه. الشد بتاعه يكون صعب. الشد بتاعه صعب، وحتى في الاشكال الدائريه والاشكال المنحنيات بيكون فيها بعض الصعوبات، اصعب من الاشكال بتكون مربعه وبتكون مستطيله. يعني بيجي صعوبه جدا في الحبل لما نلقاه الشكل دايره، فبالتالي ده بياخد بيستغرق معي وقت اطول. نعم، بيستغرق معي وقت اطول
وبياخذ معي زمن يعني ومجهود اضافي جدا. مجهود اضافي كثير مضاعف زياده يعني، داير صبر وداير كميه من الصبر وكميه من التركيز تكون عاليه جدا جدا عشان اللوحه تظبط معاك بمواصفاتها الطبيعيه، زي ما انتم شايفين حضراتكم في الرسم بتاع السودان دي. ده شكل كيرف استخدمت فيه شكل الكيرف اللي هو الشعر بتاع السودان ده او شعر شيرسنا. فبالتالي دي كانت من اصعب الاشكال اللي واجهتني، يعني انه الاشكال الدائريه اللي بتكون فيها المنحنيات دي بتكون صعبه حبه. فبالتالي بنضطر ادخل الرسم في برنامج اسمه ارشيكات اللي هو معروف عند المهندسين المعماريين. هذا برنامج ساعدني كثير وطورني من الفكره بتاعت يعني، واداني نموذج جميل جدا جدا، وصل لي اللوحه للطبيعه بتاعتها يعني او للمواصفات المطلوبه يعني للوحه ذاتها. يا سلام. طيب انا يعني اللوحات ذاتها هي بتكون في تطوير، يعني الواحد بيتطور من مرحله لمرحله. يعني هنا ده كان شغل بالحبال، عندك شغل مثلا بالتولس العاديه وبالالوان العاديه. نعم. عندك الرسم السيريالي تقريبا. أيوة. ومن ثم تحول الى لوحات. متين كان التحول ده؟ التحول ده كان قبل 5-6 سنين كده. انا حولت من رسم عادي الى شغل بتاع فن بتاع رسم تشكيلي جديد يعني، ولقى اقبال من قبل الجمهور ومن قبل الاسره ومن الناس حولي يعني المجتمع من حولي يعني. شاف حاجه انه يكون رسم بحبال وعلى سرير يعني، دي حاجه فيها نوع من الصعوبه ونوع من الاجتهاد، حاجه ملفته برضه وحاجه ملفته للنظر. نعم بالضبط كده، وجاذب للانظار. صحيح. طيب استخدام البهيه برضو على اللوحات، انا بفتكر انه استخدام البهيه وبرضه صعب يعني. باستخدامه صعب جدا جدا. انا طبعا استخدمت البهيه في ملامح الوش يعني، ما بستخدم في كل اللوحه عشان ما في البورتريه فقط. بالضبط كده. بالضبط كده. بستخدم في التصميم بتاعي في الديزاين في الوش بالذات، ملامح الانسان عشان تضبط عشان تجي معي يعني. انا مربوط بالوان معينه في بالحبل، انه الوان محدوده انه تقريبا البرتقالي والاصفر والاحمر والاخضر والازرق، انه الحكايه بتاع 6 لون. لما اجي في نفس الصوره المعروضه على الشاشه الان بالضبط كده شايفين دي كده، قبل ما تاخذ لون الصوره دي الكتابه ما بكون فيها اشكال، لكن الاشكال بيجي في دائما في لوحه الوش. الوش لازم يضاف له بعض. لوحه زي دي بتاخذ لي كم من الزمن؟ دي بتاخذ 4 يوم من العمر متواصل. يعني دي بتاخذ معي 4 يوم من العمر متواصل. بشتغل فيها تقريبا حكايه 4 ساعات او 5 ساعات في اليوم. يعني بتاخذ معي اليوم كله. طيب يعني بتاخذ 4 يوم تقريبا او 5 يوم، هل في عمليه حسابيه معينه يعني انت بتحسبها برضه؟ اكيد عشان طبعا تديك مثلا اشكال تديك، وانت زول مهندس معماري يعني. اكيد طبعا كل الحكايه دي بتخضع لمقاييس ومعايير ونسب معينه بالحساب. بالحساب. يعني انا ممكن افوت محل عم تداخل بتاع الحبل مع بعضه والبعض يعني. الحبل بتداخل ليه مع بعضه والبعض في الشكل بتاعي ذات او في اللوحه بتاعتي بطريقه حسابيه دقيقه جدا جدا. اي غلط لازم تتفرتك الحبل ويرجع من جديد ثاني، واستمر في الشغل من جديد، اصلح الغلط بتاعي اللي انا غلطته وابدا اشتغل اصطير في العمل بتاعي يعني. اذا في برامج معينه ممكن ادخلها في لوحاتي يعني، مثلا زي الارشيكات يعني. نعم. او البرامج المختلفه اللي ممكن تدعم لي اللوحه او تظهر لي اللوحه دي بالصوره اللي انا عايز اعبر عنها. اكيد طبعا مهم جدا استخدم النوع ده من البرامج. اكيد طبعا. اكيد طبعا كثير ساعدني كثير برنامج الارشيكات وغيرها من البرامج الهندسيه. ممكن تدخلي في الرسم، ممكن تدخلي في تطور طبعا الرسم وتطور ادوات الرسم وتطور انواع الفنون ذات بصفه عامه بواسطه التكنولوجيا يعني. سهل لنا عمليه الرسم كثير جدا، وسهل لنا ذاتهم في تصميم المباني بصفه عامه. سهل لنا الشغل بتاعنا زمان يعني، كنا السكيلتون عموما. بالضبط كده. بالضبط كده يعني، بدل ما كنا ننزل بيعمل خرطه بيده وبيتعب فيها بالرسم وبالمسطره وكده، ممكن يستخدم البرامج بالبرامج الهندسيه تضع الخرط يعني، تضبط الخرط دي كلها. والخرط بتتباع على فكره عندها يعني سعر معين انت بتعملها بتتباع يعني، حتى لو ما بنيتها يعني، حتى لو ما بنيتها ممكن تبيع في السوق ان شاء الله. يا سلام. طيب احنا يعني بنتكلم عن المشاركات الخارجيه، انا بفتكر انه هذا النوع من الفن وهذا النوع من الجمال لابد من انه يظهر خارج السودان. هل في مشاركات؟ نعم، حاولت اشارك في معارض خارج السودان، بس الزمن بتاع لسه انا كنت بس بدرس في المجال بتاع المعمار، فما لقي طريقه انا اعرض العمل ده في المعارض تحديدا. لكن شاركت في بعض القنوات العالميه، منها القناه العربيه والمحليه كذلك ايضا، وقناه بين سبورت. ايوه. فلقيت اقبال يعني من الجمهور،
لقيت اقبال كبير جدا جدا وتشجيع يعني بالنسبه لي، كان شجعوني كثير جدا، قال لي اصطير في الرسم بالحبال وطير منه، وان شاء الله احاول اطير منه في الايام حاجه الجاي. مختلفه يعني بالحبال ده، انا الحياه بعض الصور شفتها بالضبط كده، ده حاجه مختلفه. ده الكلام ده بيودي لي سؤال مهم جدا. نعم. اي فنان تشكيلي في النهايه يكون عايز زباين؟ نعم زباين كبار ومشين، ولو حاتك بكم؟ طيب والله على حسب الطلب يعني، على حسب الطلب فعلا سؤال مهم جدا، على حسب الطلب بتاعك يعني. انا بيجيني زبون بيقول لي انا داير لوحه كده بمقاسات كده ودار فانا مختار او بحبس اللوحه اللي بتكون اقرب للواقع. نعم يعني ما بقدر اجامل في يعني يقول لي ارسم لي وجه بتاع انسان ملامحه تكون صعبه حبه، لكن ممكن احاول اساعده في انه يكون رسم بتاع شعار لنادي او شعار لمؤسسه او شعار لكليه، فدي بتطلع اسرع وبتكون اجمل يعني، بتكون اجمل من المنح بتاع الانسان. يا سلام. خلينا برضو نتكلم عن بعض المشاكل، بعض الصعوبات. انا بفتكر انه التولز والادوات اللي بتكون مستخدمه في النوع ده من الفن احتمال تكون ما متوفره، وحتى لو متوفره تكون باهظه يعني او سعرها غالي جدا. صح فعلا، في هناك بعض التحديات والمشاكل، منها انه الحيط بيكون مستقيم فيصعب التعامل معه كما ذكرت لك سابقا. فيعني انا بكون تابع الحبل، انا بتبع الحبل مش الحبل بتبعني يعني، انا بتبع الحبل هو المحلات اللي هو عايز يمشي فيها، فانا لازم امشي بسوقك وما بتسوق. ايوه بالضبط كده، ودي هنا صعوبه طبعا، دي من الصعوبه بتاعتي. بالاضافه الى ذلك اللون بتاع الحبل بيكون مستقيم يعني، في محلات انا ما دار اللون بتاع الحبل، دار لون ثاني اخر ما بوجده، فاضطر مضطره اضيف اللون بتاع البهيه. اها استخدم البهيه. نعم. طيب في يعني التطوير مهم جدا للفنان التشكيلي، دائما الواحد كل ما يلقى فرصه بيتدرب اكثر، بيتابع مثلا السوشيال ميديا، بيتابع الحاجات اللي بقت متوفره الان عبر شبكه الانترنت. نعم. عشان يتطور، لانه الحاجات دي هي ماشيه في تطور. في تطور. اتدربت خارج السودان او عندك فكره تدريب خارج السودان، او حاسس انك كده ما محتاج تدريب؟ والله ما دربت خارج السودان، بس كل ما في الامر انه انا دخلت البرنامج بتاعي بدل ما كنت ارسم بايدي، بدل ما كنت ارسم باليد كده واكتب باليد، دخلت برنامج ساعدني كثير جدا جدا. فبالتالي يعني كونه انت ترسم لك حاجه من الطبيعه حقتك او من البيئه بتاعتك اللي انت عايشها وتعرضها للناس بصوره اجمل، دي بحد ذاته نوع من الانجاز. يا سلام. انا بتمنى لك التوفيق دائما، وان شاء الله نشوف اجمل اللوحات ونشوف مشاركاتك في معارض خارج وداخل السودان، وتقدر تعبر فيها عن كل أمنياتك وكل تفاصيلك وكل شغفك وكل حبك للجمال وللفن التشكيلي. شكرا لك معتز جهدي. شكرا لكم كثير، واشكركم على هذه الاستضافة ومزيد من التقدم لقناة الشروق الممتعة جدا جدا. شكرا لكم، من التقدم والتوفيق. نعم.